مشكلات ما هما المواعيد ما كاينينش في بالاس الكونسوليا الاسبانيه. انا عندي تجمع عائلي عام هادي وانا كنقلب على رونديفو والو عام هادي، وانا كل مره نحط الدوسي ديالي عند سمسار ونعطيه لافونس وكنبقى نعيط ليه كل حد، خويا اندرا اختي اندرا والو ما حالفكش الحظ ما هزكش السيستيم ما حالفكش الحظ. المهم هادي هي الاسطوانه اللي كنسمعوا حتى فات العام. مني فات العام كاينين شي اخوات بحالي طايحين في نفس السيتوياسيون، حالفهم الحظ وشدوا الرونديفو دخلوا القنصليه. مني تيدخلوا القنصليه كيردوا لهم الدوسي تيقول لهم القبول وفى راه فات العام. علاش كيفاش فات العام وفى القبول؟ علاش كيحملونا المسؤوليه حنا؟ حنا راه ما لقيناش الرونديفو، حنا كون لقينا الرونديفو كون راه نهار عطوني القبول انا نهار 22 شهر 6 2023 نهار 23 شهر 6 نخرج في حالاتي كون لقيت الموعد. انا ما لقيتش الموعد، عام وانا كنجري سافرت على قبل الموعد بني ملال، سافرت للقلعه فقيه بن صالح فيما قالوا لي شي سمسار كنش الطريق ومشي لعندو، حيت قال لك بدلو السيستيم ولاو تيديروا السيلفي، يعني خاصك تحضري باش 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 ديري السيلفي باش تشدي الرونديفو ديالك، فهمتيني؟ بغيناهم يديروا لينا حل ويديروا لنا واحد الثمن رمزي بالاس ونوليو ندخلو بحالنا بحال كاع المدن كيدخلوا للقنصليات وتيشدوا الرونديفو من عند القنصليه معززين مكرمين، الا حنا هات مدينه كازا اللي مرمدينا مع هاد السماسريه. انا ما تنحملش مسؤوليه السماسريه، ماشي شغلي، حيت اللي لقى شي هوته كما كنقولوا راه كيتوكل فيها الله. انا كنحمل المسؤوليه لبالاس والقنصليه اللي دايره هاد الشركه ومخليانا حنا في صراع معاها. رحنا عيينا، رحنا عندنا وليدات، رحنا بينا نجمعوا شمنا، راه بنتي انا داك العام قلت غتقرا لهيه ما حالفهاش الحظ، هات العام ثاني تنقول بتقرا، واش غتقرا ولا ما غتقراش، واش غتكمل واش ما تكملش. رحنا عيينا، رحنا ولينا عايشين في واحد ستريس بزاف. الطلبه راه واحد هاي مجموعه ديال الطلبه ما هضروا ما والو، راه مجموعين تما، وحنا حنا اليوم 20 اوت 20 غشت، شهر سبتمبر باقي لي واحد ان سومين، شنو المصير ديال الطلبه هادو؟ فين غيمشيو؟ من القنصل كيطل وكيشوف هاد اش غيلقى حل ولا ما خصوش يلقى حل؟ كيقول السمسار، السمسار دابا 30,000 درهم، والكونترا ب 40,000 درهم، علاش غادي يمشي الانسان يقلب على رونديفو؟ يزيد 10,000 درهم ولا يقلب على كونترا؟ ولا يقلب على حراك ب 15 ب 30,000 درهم؟ علاش غيدير هو السمسار يجي يدير 30,000 درهم باش على رونديفو؟ حشومه عيب، الولايات المتحده الامريكيه ما عندهم ما كتخلصش 4 دريال. كان جور كتجي تاخذ الامور ديالك كتدفع الدوسي ديالك اكيزي ولا رو صافي الله يعاون. والناس دابا كيستغلوا في عباد الله 30,000 درهم. علاش كيديروا بحال هكا؟ راه هذا هو السؤال اللي كيفرض راسو، علاش كيديروا بحال ما هكا؟ شكون اللي حل لهم الباب؟ السمسار واش طاح من السماء؟ هذا السمسار شكون اللي عطى هذا الكلي هذا؟ شكون عطى هذا الباب؟ خصنا هذا هو راسور، شكون عطى السمسار هذا الباب هذا باش يستغل المغاربه؟ علاش؟ وتتصور كازا بعداك اش عندها؟ هاد لاكونسيلا ديال اسبانيا اللي في كازا وهذه بينيس راه عندها من هنا تحت الصحراء حتى الزاكوره، واش هذه غتقد عليهم؟ ما غتقدش. عندهم بنكرير سطات، بنكرير مراكش الحاوز بني ملال فقيه بن صالح خريبكه كلشي، واش هاد القنصله غتقد على هادو؟ تقلك 50 رونديفو لمن غادي يدير؟ بينيس راهم السمساره تيشدهم وتيعطيهم لمن ما بغاو. تنطالبوا باش القنصله تهدا تقاد امورها. حنا عندي انا عندي ثلاثه ديال البنات، انا عندي ثلاثه ديال البنات، باهم ميت، مرت ولدي في اسبانيا تخدم على بناتها، انا راجل كبير ما خدام، ما عندي لا ريتريت لا حاجه، صابات لهم الوراق صابات كل شيء. شدينا جوج رونديفوات، الوقت اللي مشينا لبينيس قال لك سير شد الثالث، الوقت اللي تلحق الاخر ديال مارس عاد قال لك الا عندك غير رونديفو واحد دوز به كل شيء، وبقينا تنضربوا على ذاك الرونديفو. الان اللي تتمشي عنده تيقول لك 2 مليون، اللي تتمشي عنده تيقول لك 3 مليون، ومنين غنجيب انا 3 مليون؟ ولا هذيك مرت ولدي منين غتجيب 3 مليون باش غتدير؟ هادشي عندهم ما بينهم وبين بيليس، ما بينهم وبين بيليس، هما اللي دايرين هادشي. خاص هادو الكونسيلا هي اللي تشوف مع بيليس، وكلشي لافوت ديال الكونسيلا.